السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في قناة مني دود. عملت من بواقي اللي عندي حلو لبعد الفطار، انما ايه حكاية. يلا بينا نشوف عملنا ايه. يلا بينا هنعمل على طول احلى سلطة فواكه من شوية فاكهة بسيط جدا باقيين عندنا في التلاجة. عندي كيوي، تفاح، برتقال، فراولة، موز. هنقطع على طول الكيوي قطع صغيرة. بواقي الفاكهة اللي في التلاجة كلها طلعتها، محدش راضي ياكلها، والأكل في الفاكهة في رمضان قليل. ده سفرجل، المفروض ما بيتحطش على سلطة الفواكه، بس هي اخر واحدة عندي فانا هحطها لانها بتكون ناشفة شوية، فاقطعها قطع صغيرة زي كده. اخر حاجة بقطعها التفاح والموز عشان بيسودوا، وهعصر عليهم عصرة ليمونة. قطعت الموز كمان اهو، اخر كام صباع موز عندي. انقصت ما يمكن انقاذه ان انا ارمي الفاكهه دي. رمضان طبعا محدش بيقرب على الفاكهه كتير، كله حلويات. انا ايه قلت استغل شويه الفاكهه اللي عندي واعمل ايه سلطه فواكه تجنن. هعصر بقى عصره ليمونه زي ما قلت لكم عشان التفاح والموز. قطعت كله اهو، هرش 3 4 معالق سكر كده، تقدروا تستغنوا عنها لو ما بتحبوش الحاجه مسكره، لان طبيعي الفاكهه بيكون فيها سكر. انا هحط عليها عصير مانجا، والمانجا فيها سكر. تقدروا تحطوا عصير برتقال، وتقدروا تضربوا موز باللبن والسكر وتحطوا عليها برضو. اي عصاير موجوده عندكم، ولو مفيش عصاير بقى ممكن تعملوها بميه. يعني نحط هنا شويه ميه على الفواكه دي، نقلبها بقى كويس قوي. ريحتها هتجنن، اللهم اني صايم. اجيب بقى الكوبايه بتاعتي، واي صوص عندي، صوص مانجا بقى، صوص اي صوصات عندك. هنعمل زي المطاعم كده، تبقى مشبحه الكوبايه كده بتخليها شكلها حلو اهي. هجيب شويه مانجا تجنن اهي، اخر شويه مانجا عندي، كان اخويا بعتها لي من مصر. احط كده تحت، شايفين القطع؟ شايفين؟ هكمل بقى الشياكه بواحده كريس كده في النص. دي بقيه الكريمه اللي كانت عندي لما كنت عامله المدلعه، فاخدت البواقي زي ما قلت لكم واستغلتها احسن استغلال. ايه رايكم بقى؟ وبكده يكون الفيديو بتاعنا خلص. عملنا احلى سلطه فواكه بالكريمه زي ما شفتوها، سهله قوي وبسيطه، تحليه حلوه قوي بعد الفطار، تهيألي ما بتتخنش يعني، غير البسبوسه والكنافه والحاجات اللي انتوا عارفينها دي. اشوفكم في فيديو جاي، سلام عليكم.